الفرصة للأخ خالد ليواصل. طيب، في البداية أرحب مرة أخرى على شهداء الثورة السودانية بالأمس وشهيد القوات المسلحة السودانية، وأؤكد بأن ما حدث بالأمس هو نكسة كبيرة ويضع البلاد بأكملها على المحك. هنالك جهات كثيرة تستفيد من حدوث الفوضى في البلاد، هنالك جهات كثيرة تعمل على قطع الطريق أمام وصول الثورة لمهامها، لكن ما حدث بالأمس مهما تحدثنا عن أن هنالك جهات تريد أن تحرف الثورة أو جهات تريد أن تمهد للانقلاب، يظل الرصاص الذي أطلق بالأمس هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث. وإذا كان كما ادعوا بالأمس بأن هنالك جهة ثالثة هي التي قامت بذلك، فإن شهود العيان يقولون أن هذه الجهة كانت بسيارات الدعم السريع وبسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، وبالتالي من مسؤولية المجلس العسكري أن يكشف عن هذه الجهة. وطالما إنه الأمن جزء من مسؤولياته، من الخطير بمكان إنه نقول إنه الليلة في السودان ممكن أي جهة تلبس لبس بتاع القوات المسلحة ولا بتاع أي قوات نظامية تانية وترتكب ما تشاء لا من الجرائم، ويقع اللوم عليها، اللوم يقع بالكامل على المجلس العسكري. والاستجابة بتاعت المجلس العسكري لما حدث بالأمس كانت استجابة بطيئة وضعيفة، لأنه الأحداث دي بدأت من وقت مبكر في نهار الأمس، وكلنا شفنا إنه ما كان في رد إلا ببيان متأخر بالليل وبالمؤتمر الصحفي كان آخر الليل، واتكلم عن المندسين، وحتى للأسف الشديد هم تحدثوا عن المندسين وسط الثوار، يعني في إعادة لذات الأسطوانة المشروخة اللي كان بيردد النظام السابق وظل يردد فيها حتى لحظة سقوطه عليه. كما ذكر زميلي بابكر فيصل، نحن ندعو للجنة تحقيق مستقلة تشكل بصورة فورية لمحاسبة لتحديد المسؤول عن الأحداث بالأمس ولمحاسبة الجناة، ونطالب المجلس العسكري بسحب قواته من محيط الاعتصام ووقف الحالة بتاعت الاستفزاز والاستفزاز المتبادل عشان ما ننحو بالبلاد لمنحى العنف. في هذا التوقيت بالتأكيد الجولة الثانية من المفاوضات ماشية وبيناقش في مدة الفترة الانتقالية، ونحن قلناها بوضوح هذه المفاوضات هي امتداد للثورة والامتداد لتحقيق أهداف الثورة، وهي محدودة زمنيا وآخر يوم لها يوم الغد. يا إما تم نقل السلطة لمدنيين حسب مطالب الثوار الموجودين في الشارع الآن، أو ستحمل المجلس العسكري وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة وفي محك الاستقطاب والاستقطاب المضاد. ونحن نعتقد أن الثورة السودانية منتصرة لا محالة، وأن مطالب الناس ستتحقق بسلميتهم وبوحدتهم وبعدالة قضاياهم عاجلا أم آجلا. نقاط أخيرة نحب نأكد عليها في قوى الحرية والتغيير، إنه التصعيد والتريجر الأساسي أو المحفز الأساسي للحلقة الشريرة اللي بدأت امبارح هي قام بها المجلس العسكري الانتقالي عندما حاول إنه يفض الاعتصام أو يفتح شوارع حول الاعتصام بالقوة، واستجلب الجرارات واستجلب القوة المدججة بالأسلحة والعربات، ودخلهم في حالة بتاعت عراك واحتكاك مباشر مع المتظاهرين السلميين، و نتج عن الاحتكاك ده فتح النار على المتظاهرين السلميين، ما نتج عنه إصابات زي ما ذكرنا أكثر من 77 إصابة بتاع طلق ناري مباشر على المتظاهرين، وفي الطرف الآخر تقريبا 12 إصابة من طرف القوات المسلحة، فده بيديك كلو عن الحاصل شنو. فك الاعتصام أو فتح الشوارع أثبت الشعب السوداني خلال الأيام الماضية خلال 4 شهور أو 5 أشهر من حراكه السلمي الجماهيري إنه الرصاص ما حيوقفه ولا حيزنيه ولا حيتراجع ولا حيكون سبب في إنه الشعب السوداني يتراجع. وكلنا شفنا مبارح بعد الرصاص الميدان اتملى ووصلت مرحلة من الاحتشاد الجماهيري. أكبر يمكن حشد خلال فترة رمضان كان مبارح أمس ليلا بعد العملية بتاعت ضرب الرصاص وبعد العملية بتاعت القتل اللي تعرضوا لها المحتجين السلميين، ودي رسالة واضحة لأي طرف بيسعى إنه يفض الاعتصام أو يوقف الشعب السوداني عن نيل مطالبه عن طريق الرصاص. الرصاص ما حيوقف الشعب السوداني لأنه ما وقفه خلال 5 أشهر.
الرسالة الثانية دارين نقوله إنه الموضوع بتاع التموين والوقود القاعد يكرر المجلس العسكري إنه المساحة الصغيرة جدا الموجودة في الخرطوم دي المكفولة قاعد تحرم المواطنين السودانيين في نيالة وفي الفاشر من الوقود والتموين، دي حاجة ما بتمشي على الشعب السوداني. لا يمكن إنه مساحة في غاية الصغر قاعدة هنا محدودة جدا تكون هي السبب في معاناة الشعب السوداني من أزمات الوقود والتموين والمواد الغذائية. أزمات الشعب السوداني أزمات متجذرة في الاقتصاد المنهار أصلا، والوقود فيه نقص وفيه ندرة في الخرطوم نفسها، فما بالك في دارفور وفي الولايات السودانية البعيدة. التصعيد حيكون متواصل وحيكون مستمر من جانبنا كقوة حرية وتغيير، لأنه التصعيد هو سلاحنا الوحيد. تصعيدنا هو عبر الآليات السلمية والجماهيرية، وما عندنا سبيل غير الآليات السلمية والجماهيرية. وبنأكد وبنعيد التأكيد للشعب السوداني جميعا ولكل الجماهير الشعب السوداني السلمية إنه السلاح البتار بتاع السلمية هو اللي وصلنا لأنه نعمل اعتصام أمام ميدان القيادة العامة في الخرطوم، وهو اللي قاعد يحقق لنا يوميا انتصارات حتكون متواصلة. ما نستجيب للاستفزازات، ما نستجيب للعنف بالعنف المضاد، لأنه ده هو دائرنا جهات كثيرة جدا نقع فيه ونصل له عشان نخسر ونتهزم في مسيرة ثورتنا السودانية الظافرة. في الختام بنشكر الحضور الكريم وحنفتح الباب لعدد من الأسئلة. تفضل. صابر حامل الاتفاق، أمس كان في حديث عن اتفاق مع المجلس العسكري حول هيكلة الحكومة، بنسأل تفاصيل الاتفاق خاصة في معايير المجلس السيادي ونسب المشاركة فيه من المدنيين العسكريين. سؤال آخر؟ سؤال آخر. طيب هجاوب عن سؤال تفاصيل الاتفاق. بالنسبة للاتفاق، سؤال الأستاذ صابر حول الاتفاق وتفاصيله، تم بالأمس الاتفاق حول هياكل الفترة الانتقالية الثلاثة، المجلس السيادي والمجلس الوزراء والمجلس التنفيذي والمجلس التشريعي، باعتبارهم هم الهياكل حيشكلوا السلطة المدنية الانتقالية. أيضا تم الاتفاق بصورة كاملة حول صلاحيات كل هيكل من الهياكل الثلاثة دي، كل مجلس وكل سلطة من السلطات الثلاثة. ده ما تم بالأمس. اليوم حيتواصل وتجري الآن جلسة تفاوضية للاتفاق حول بقية النقاط في الخلافية اللي هي بتتمثل في الفترة الانتقالية ومدتها، وبتتمثل أيضا في نسب تشكيل المجلس السيادي بين المدنيين وبين العسكريين. بالنسبة للتساؤل الثاني حول الدعم السريع والمجلس العسكري وتحميلنا للمسؤولية، تحميل المجلس العسكري للمسؤولية هو بطبيعة الحال المجلس العسكري هو الحاكم الليلة السودان، وهو الحاكم الخرطوم، وهو المسؤول مباشرة من تأمين المواطنين. المسؤولية تقع على عاتقه تماما. شهادات كل المصابين الوردت لقوى الحرية والتغيير، وواحدة منها شهادة أخونا جمال، إنه القوات الباشرة بضرب النار على المعتصمين هي قوات يعني في عربات موجودة في عربات تابعة للدعم السريع، وبترتدي زي الدعم السريع. دي شهادات المباشرة. الدعم السريع بينفي ان القوات دي تابعة له، ويبقى المسؤولية بتقع على المجلس العسكري وعلى القوات الدعم السريع انها تقوم تعمل تحقيق وتورينا القوات دي اللي ارتدت ملابس الدعم السريع والركبت عربات الدعم السريع دي تابعة لمنو يعني؟ ما احنا ما ممكن نقبل العبارة البين قوسين اللي اسمها مندسين، دي عبارة غير مقبولة يعني في دولة بيحكمها مجلس عسكري وبيحكمها جيش. على المجلس العسكري توضيح، لانه دي ارواحنا فقدناها ودماء سالت، وعندنا 10 حالات خطرة في كل لحظة احنا متوقعين انه يكون في وفاة جديدة يعني. الارواح دي احنا ما بنقبل معاها عبارة زي مندسين يعني، زي ما كنا بنقبلها من النظام الفات.
كان بيستخدم النظام الفات. على المجلس العسكري يوضح بصورة حقيقية وشفافة تماما من القوات اللي ارتدت ملابس قوات نظامية وقامت بفتح النيران على المتظاهرين. ودي رسالتنا لما نقول تحميل المسؤولية للمجلس العسكري. سؤال حل تشكيك في الشرطة. ممكن جاوب. بخصوص السؤال حول التشكيك في الشرك، أنا أفتكر هذا الكلام ده ما صحيح. إحنا منذ البداية اعتبرنا المجلس العسكري شريك لقوى التغيير والحرية في إنجاز أهداف الثورة، وبالتالي دخلنا معهم في العملية التفاوضية من البداية بكل صدق نية وبكل إخلاص وبكل شفافية، وكنا برضو شفافين خالص مع جماهير الشعب السوداني في يعني تبيان كل الحقائق المرتبطة بهذه المفاوضات. وبالأمس يعني كان الممثل هو التغيير والحرية عقب الجلسة الأولى من المفاوضات خرج وقال وصلنا لاتفاق، وكنا متفائلين بأنه الليلة اليوم التالي برضو الناس تسير في هذا الاتجاه، وبالتالي لا يمكن أن نشكك في طريق في شريك نحن بنعتبره شريك أصيل معنا في هذه الثورة وفي الوصول لأهداف الثورة. سؤال؟ سؤال آخر؟ سؤال أخير؟ أوكي ما في سؤال خلاص. في الحقيقة الوضع ده طبعا هو يعني وضع كان غريب للغاية، لأنه المجلس العسكري ظل على الدوام يقول إنه اعتقل الرئيس المخلوع واعتقل عدد من رموز النظام، وكانت مطالبتنا دوما بأنه لا بد من أن هؤلاء الناس يظهروا سواء في التلفزيون أو في أجهزة الإعلام أو تظهر كشوفات بأسماء المعتقلين. وكلنا طبعا تابعنا الحديث اللي كان قاله المتحدث باسم المجلس العسكري عن أنه شقيق الرئيس مقبوض، وبعد ذلك كشف مدير السجون انه اصلا لم يعني يلقى القبض عليه، والمجلس اعتذر عن هذا الخطا. بالامس واثناء حتى جلسه المفاوضات تمت المطالبه مره اخرى بانه لا بد من كشف اسماء المعتقلين من رموز النظام السابق، ووعدوا بانهم بعد يومين حتظهر لسه بهذه الاسماء، لكن ده برضه نحن بنقول جزء من التباطؤ الكبير اللي تحدثنا عنه في البداية يعني في تحقيق مطالب الثورة وفي طمأنة الجماهير، لأنه الأهداف اللي خرجوا من أجلها يعني بتتحقق يوما بعد يوم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا.